السلام عليكم. في هذا الفيديو غندير التصحيح ديال الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدوري الصيدلي 2020. الموضوع مادة اختبار توليفي في المواد المهنية، جزء واحد، شعبة الهندسة الكهربائية، مسلك الصيانة الصناعية. المهم في هذه السنة كان نتيجة للحجر الصحي، يعني كانت الدروس ما كملتش. هذا علاش كانوا داروا دو سي جي بالنسبه للسيجي واحد والسيجي جوج، غير هو البارتي الاولى في اللي في السيجي الاولى، السيجي الثاني راه كوما اون تخلي دو سيجي. ولا غادي ندير انا البارتي كومين هي الاولى اللي هي كومين اون تخ سيجي واحد ولا سيجي جوج، ابخي غادي نكمل سيجي جوج، ابخي من غنكمل السيجي جوج غندير البارتي ديال سيجي اه. فوالا بالنسبة للبارتي اللي قلت لكم، البارتي كومين او تخلو سي جي اي اي سي جي دو، هي البريس دانجيكسيون. قالك ان انتربريز فابريك دي بيس بور لي سيكتور اوتوموبيل اكريكول اي ايرونوتيك اي ايكيبي دين بريس دانجيكسيون دي بلاستيك. ديسكريبسيون دي لا بريس انجيكسيون. مهم اللي عندو ليكزام راه غادي يشوف ديسكريبسيون دي لا بريس ويفهم بعدا عاجي يدير لا كوريكسيون. بالنسبه لهاد لي سيستيم، هاد لي سيستيم غالبا تتلقى في لاغريكول ايرونوتيك، تعاودو ديك لي بيس من البلاستيك اللي تيكون كوسوا في البيبان ديال الطوموبيل، كوسوا في اي حاجه البلاستيك اللي تلقى في الطوموبيل ولا في الطيارات، راه تتصايب بهاد الميثود. وهاد السيستيم سيستيم جديد، يعني سي سيستيم مودرن، ماشي مودرن اي فاسيل، يعني فاسيل ا كومبروندر. مهم بالنسبه لهاد ديسكريبسيون دو لا بريز انجيكسيون، ماشي المهم هو تفهم كلشي، حيت هاد السيستيم غالبا هو اش تفهمو مزيان، يعني خاص يكون عندك واحد النيفو شويه، يعني شويه طالع. هذا علاش كاين واحد كاين علاش كاين، حيت السيستم يعني هو هذا، مي ماشي اوبليغاتوار انك تفهم السيستم كامل دين مانيير، يعني تري بريسيز، يعني جينيرالمون تفهم السيستم جينيرالمون واشنا هو كيفاش، ابخي غادي تقدر تخرج لي كيستيون. باغ اكزومبل بالنسبه للسي جي جوج، بالنسبه للسي جي جوج كاين فيه ليتيد ديال الموتور اسانكرون، هذا الموتور اللي تيدير لنا لا غوطاسيون ديال في في الصنفة السيستم او فونكسيون برينسيبال ديال السيستم، هي انه كاين عندنا واحد غرانيلي دو بلاستيك في حال تريمي، ابخي ان هاد لو تريمي تي تشوفون بريزيستون شوفونت، ابخي عندنا لو موتور اسانكرون او موتور اسانكرون اللي تي تورني لينا في الصنفة، اللي تي انجيكتينا البلاستيك في حال مول، وهاد المول هو موبيل، فيه بارتي فيكس بلاطو فيكس وبلاطو موبيل، اللي تيتسد من تنبغيو انجيكتو فيه البلاستيك، وتيتحل من تنبغيو نقولو نحيدو منه البياس في الاخر، لي ابري غوفرواديسمون تنحيدو منه البياس. فوالا غنفيكسي شويه الفيديو ابري تي، يعني ما تبغي تفهم اي واحد قبل ما يدوز لا كوريكسيون يوقف الفيديو بعدا يقرا الديسكريبسيون ديال بريز انجيكسيون، كيفاش يعني السميات ديالهم، يحاول يفهم الفونكسيونمون ديالهم، يعني الفونكسيونمون جينيرال تبان. فوالا هادي سميتها لا ديسكريبسيون دي ماتيريال إلكتريك، كاع هادوك ديزينياسيون تنسمو ديزينياسيون و الفونكسيون. و نورمالمون ما خاصيش نشرح، حيت تيتسمى ليكزام دونك ليكزام خاصك تعامل، اي واحد تيدوز ليكزام راه متا واحد تيشرح لك، لا ما فهمتيش غير مو تكنيك وحده، راه ما كاينش لي غيشرحها لك، هذا هو ليكزام. ليكزام تتشد الورق ديالك تتفهم راسك. فوالا
هنا كاين الفونكسيونمون اللي قلت لكم في البداية ديال الفيديو، ان ماشي ضروري انك تفهم فونكسيونمون يعني دي مانيير بريسيز، حيت ديجا هما عاطينك الجراف سيت. هو نورمالمون هاد الجراف سيت بالنسبة للنيفو، لي نيفو تيكون طالع هاد الجراف سيت ما تيعطيوهاش، يعني خاصك انت اللي تخرجها انت اللي ديرها. مي بالنسبة للنيفو، بالنسبة للمستوى ديال البكالوريا تعطيو الجراف سيت. دونك هاد الجراف سيت تسهل عليك الفهم ديال الفونكسيونمون ديال لا بريس انجيكسيون. بالنسبة ل فوالا، كاين عندك في ليتاب زيرو عندك البريس الاري، كاين هنا دي بار سيكل، كاين اسي اوفرير لو مول، كاين ابخي كاين كونديسيون مول اوفير اي بريزونس دو غرانيلي دون تريميت. نهضروا على دو كونديسيون تنسمو اي دونك كاين دو كونديسيون، يعني كاين دو كابتور، كاين اوفرير لو تراب، اي فوالا. بالنسبه ندوزو شويه لي كيستيون، قالك شوازي بارمي لي بروبوزي لا فونكسيون، هذا كيستيون اه فوالا. الكيستيون الاول هو هذا، الكيستيون الاول هو هذا، قال لك عطاك 5 فونكسيون وقال لك كومبليتي لي شيما، هذا هو اللي سميتو. بالنسبه للكيستيون ا، كيستيون ا تنقولو سي ان كيستيون دو كور، يعني كيستيون دو كور. كيستيون دو تا هو كيستيون دو كور، يعني بري اكسيون نو تندرو ديستريبيتور، كاين كونتاكتور، كاين لي فيكتور، كاين ريزيستون شوفون اكسيون، كاين لو موتور الكتريك، و كاين الفيره بالنسبه للهيدروليك. بالنسبه للكيستيون 3، هو الكيستيون 3 هو هذا، قلت لك تتكمل هاد لي زونطري افيكتاسيون اون دي زونطري افيكتاسيون دو سورتي، انت بازاو على هاد الشيء اللي غنوريكم دابا، بابلاز دي زونطري سورتي دو لوتومات. هادي سي تان كيستيون ديريكت، يعني غير تشوف لي زونطري سورتي وتتعم تتكمل الطابلو. بالنسبه باغ اكزومبل دي بارتيكل، و اي واحد انيت و اي جوج سي بي جي و اي 3 اي باغ سويت. كيستيون 4 كل كومبليتي لو غراف سات دي بوا دو في اوتومات. فوالا بالنسبه لهاد الكيستيون، هو انا تنتبازاو على هاد الشيء ديال الغراف سات. هاد الغراف سات هي تتسمى غراف سات دي بوا دو في سيستم. دونك حنا عمرنا الطابلو ديال الكيستيون 4، سي ال سي في دو رامبلاسي با باغ اكزومبل دي بارتيكل، قلنا هو اي واحد، قلنا مثلا دي بارتيكل هو اي واحد صافي. اي بار با اوفرير لو مول تا هو لا سورتي اللي هي اوفرير لا مول، شنو هي كي ا ولا كي دو ولا كي تروا دابخي لو طابلو اللي عمرنا. بالنسبه لك كيستيون 5 كومبليتي لو بروغرام، شوف 5 بالنسبه لكيستيون 4. بالنسبه لكيستيون 4 هما مسهلين شويه، عرفتي علاش؟ حيت ديجا عاطين ماشي كل شيء غنخرجوه، مي فقط اننا نكملو كونتيني. باغ اكزومبل دي باسيك ديجا معطي حتى هو سهلنيت، اي ابري تنكملو. بالنسبه لكيستيون 5 هو تكومبليتي لو بروغرام بيان سيغ. هاد كي 5 راه ديبون كي 4، الا غراتيفيكي 4 راه كي 5 ما يكونش 100% صحيح. فوالا انا تنفيكسي شويه تنكب تنسكت شويه وما تنشرحش، على حساب اللي ما عندوش ليكزام انه يشوف بعدا يشوف لي نونسي عادي يبدا يخرج. في هاد البارتي في هاد البارتي الاولى تقريبا هادو هما لي تو لي نونسي لي هما برانسي لي نونسي برانسيبال بوغ لا كوريكسيون، يعني كاع داكشي اللي ضروري دير لا كوريكسيون ديال البارتي الاولى. جيدو هي هادي هي لي تيب دي موتور الكتريك دو لا بريس انجيكسيون. كما قلت قبيله انا داك لا بريس انجيكسيون كاينه فيها كاين فيها الفيس فيس سونفا، هذاك الفيس سونفا تورني بار موتور اسانكرون تريفاز.
قال لك البلاك سينياليتيك انديك بالنسبه للبويسون دو كيلووات، بالنسبه ل 230 400، 7 امبير 4 امبير، ان ار تساوي 1441 تور بار مينيت، وكوصفي الفاكتور دو بويسون 0.86. بالنسبه لهذو هما لي كيستيون، قال لك la résistance d'un enroulement statorique R est égale à 0,8 ohm. L'alimentation de la prise d'injection est assurée par le réseau triphasique tension composée 400 volts. Quel couplage doit-on adopter pour ce moteur? Je n'ai pas le couplage de rendre le moteur. Donc, on a fait la question 6. محتاج جيستيفي مي سي ميو، سي ميو دو جيستيفي، يعني اون في لو كوبلاج باغ اكزومبل ايطوال كار تاتا. انا ما عنديش لا ريبونس علاش بور يعني كيما قلت قبيله خاص هذا سين اكزام، ما عندي حتى اشاره لا ريبونس، مي فقط اشارات فقط اش بحال هاد جيستيفيكاسيون واخا ما كاتبيناش دير. قال كوفوتيل فيغ بوغ انفيرسي لو سونس دو روتاسيون دي موتور ساشون كو لو موتور ايتي تيترابولير دو لو نومبر دو بول، دوني لو نومبر دو بول دي موتور. دونك هنا لو نومبر دو بول دايما هو دو بي ماشي بي، دو نومبر دو بول هو دو بي. قال كاركي لا فالور دو لا فيتيس ان اس دو سانكرونيزم، بيان سير كيستيون 9 راه ديبون كيستيون 8. كاركي لي سانكرونيزمون جي على فيتيس نومينال، دونك هاد كيستيون 10 تاو ديبون 9. قال كان فونكسيونمون نومينال كاركي لا بيغ جو ستاتوريك، بيغ جو ستاتوريك. فقط هنا الفو غوماركي كو هاديك لا ريزيستانس دان ان غولمون ستاتوريك دان ان غولمون، سيتادير كل ان غولمون عندها ار تساوي 0.8 اوم. Et quelle est la puissance utile PI fournie par ce moteur? Toujours la puissance utile est maintenant à calculer. Mais on doit déduire la PI à travers et à partir de plaques cinétiques. Et on a calculé la valeur des moments de couple utile. Donc, à partir de question 12, on peut calculer la question 13. Et quand fonctionnement nominal calcule la puissance électrique absorbée. Donc on a fait calculer la puissance absorbée. Puissance absorbée. Toujours la relation il y a racine 3 tension composée fait le courant. Maintenant il faut le courant, il faut déterminer le courant. Ou 7 ampères ou 4 ampères. Ou 7 ampères ou 4 ampères dépend la question 6. Quel couplage doit-on adopter pour ce moteur? Et donc la question 6 est très importante. لان غلطت في الكيستيون 6 غتغلط في لو كورون، دونك غتغلط في لابليكاسيون نيميريك ديال الكيستيون كيستيون 11 و كيستيون 14 و 15. غير كالكيلي لو روندمون ان دي موتور دون سو ميم كونديسيون، دونك لو روندمون تري فاسيل. بالنسبه للبارتي ديال الكترونيك دو بويسونس عطاو اون ديلور. قالك اتيد دو لا كوموند دي موتور، بالنسبه لهداك لو موتور اللي قلنا موتور اسينكرون غنديرو لي شانجمون دو فيتيس. دونك حنا غادي نحاولو اننا نديرو لي شانجمون دو فيتيس، سي ان كونتروليو الفيتيس ديال الموتور اسينكرون. علاش؟ باش نكونتروليو لا فيتيس ديال الفيتيس ديال في سانفا. دونك تنكونتروليو هاديك الفيتيس او لا بريسيون دانجيكسيون ديال البلاستيك في لو مول. قال لك افاد اوبتينير دي بياس انيفورم اي سون دي فو نو دوفون كونترولي بليزيور بارامتر دون لا فيتيس دانجيكسيون فيتيس دي موتور ام ار اي فيتيس دي فيران في بور كونترولي لا فيتيس دي موتور ام ار اون ايتيليز ان فارياتور دو فيتيس دون لي طاج دو سورتي ان اون ديبور. حنا تنقولو هاد الفارياتور فيتيس تنقولو ستان فارياتور دو فيتيس الكترونيك. Hypothèse sur l'endroit, donc on ne considère qu'une seule phase du moteur. La phase du moteur équivalent à une résistance. R est une chauffe à double N fil l'endroit.
راه هو الفاز اللي تيكون في الفاز اللي تيالمونتي لينا الموتور، دونك تنعتبره بحال ريزيستونس. قال لك لونديلور اي كونستيتي دو كاتر انتربتور الكترونيك كوموندي كي ا كي كاتر سيبوزي بارفي. دونك هنا قال لك سيبوزي بارفي، هاد الكيستي هاد الخوماك سيبوزي بارفي، دونك لي بيرت، دونك لي بيرت زيرو. او اتين سورس دو تنسيون كونتيني دو فالور 240 فولت، لا شارج اتين ريزيستانس دو فالور ار اتين 30 اوم. ci-dessous indique les étapes de condition des interrupteurs en fonction de la. Voilà le mégalat qui confirme KA ou K2 ou K3 ou K4 ouvert ou fermé, en même temps, il y a une table. Une seule question 6, quel est le type de conversion réalisé en ondulant? Quelque chose alternatif ou l'alternative continue ou la continue ou continue alternatif. Les interrupteurs doivent être commandés à l'ouverture et à la fermeture. Quels composants électroniques peut-on utiliser pour réaliser les interrupteurs? Donc, dans le cas des interrupteurs, les interrupteurs électroniques, est-ce que les composants qui utilisent cette fonction? Est-ce diode, est-ce donc représenté en fonction du temps, la tension est de T au bord de la charge et le courant est de T circulant dans celle-ci. Donc on a toujours la charge R, donc on a représenté U était confi R ou I était circulé fil R. Quel calcul est la valeur moyenne I et la valeur efficace? Donc la valeur efficace déjà atteint la relation, يعني la calcul ديالها facile. Le courant moyen راح معروف على الرولاسيون ديالهم، تيكون عندنا سيميتري، دونك بلا ما تيكون عندنا سيميتري، دونك la valeur I تتكون معروفة. قال calcul la valeur moyenne de la puissance PC fournie à la charge. هنا تنتكلمو على la charge، دونك toujours خاصنا نستعملو التونسيون اللي تيكون في la charge و لو كورون اللي تيسيركلينا في la charge. وتنديروا ليه لا فالور مويان الفو غوماكي واحد الحاجه. من تنقولوا مثلا نقولوا مثلا لا بويسونس هي لو كورون في التونسيون، دونك لا بويسونس مويان ماشي هي التونسيون مويان فو لو كورون مويان، لا دي ستان غولاسيون ماشي صحيحه. ما تنقولوش لو بويسونس مويان تساوي لو كورون مويان في التونسيون مويان، لا تنقولوا لو بويسونس مويان كامله. دونك اي في المويان ديال اي في اي ماشي الموين ديال اي بعدا والموين في الموين ديال اي بعدا. دونك حنا ديال الغماك لي جمت يوقعش على الخطأ في الوراسيون، تنستعملو الموين ديال اي ديال الطونسيون بوحدو في الموين ديال اي بوحدو تيعطينا واحد الوراسيون خاطئة. قالك بالنسبة لبوغ اي الفالور موين اي كا واحد تتساوي الفالور موين ديال اي كا جوج تتساوي الفا او تدو أرجع كالكيل لفالا موين ديال إيكا واحد إيكا جوج إيكا جي. دونك هنا الفو هنا ديجا عطينا الفالور موين الفو سيمون دو كالكيل إي لفالور موين دو إي جي راهي لفالور موين ديال إيكا واحد بليس فالور موين ديال إيكا جوج. إكسبريم لفالور موين دو لا بويسونس بي جي فورني باغ لا سورس أون فونكسيون. هنا شو هنا كاين واحد الغماك، هنا كاين هنا لا بويسونس موين فورني سيتادير ديال لا سورس. دونك هنا تنهضرو على أو وفي لو كورون لي تي في لو كورون لي تي سورتي من لا سورس او. تنستعملو لو كورون لي تي سورتي من لا سورس او، دونك هي او فو اي لي تي خرجينا من لا سورس او.
هذه هي الفالور موين. بالنسبة ل كان هي لو الغوندمون دو لونتيرور جيستي فوتر امبونس، يلا توجور تمكن بلو غوندمون هو البويسونس اللي هي في البويسونس اللي هي ابسوربي على البويسونس اللي هي او بويسونس ايتيل على البويسونس ابسوربي، او تنقول البويسونس موين البويسونس موين فورني على شارج سي لا بويسونس موين فورني بار لا سورس. فوالا دونك هنا غادي ندوز لي ريبونس ديال سي جي جوج. فوالا هذا هو لا كوريكسيون بالنسبه للكيستيون الاول في اللي قلت هو البارتي كومين اونتر سي جي واحد اي سي جي جوج. كيستيون اه قلنا في كاين تريتي لي زانفورماسيون، كاين بعدها كاين كومينيكي لي زانفورماسيون، ابري كاين ديستريبي لينيرجي كونفيرتير لينيرجي اون اكسيون، وكاين ترانسميتر لينيرجي. بالنسبه لكيستيون 2 من اللي ما كاين بري اكسيونور كاين كونتاكتور كاين لي فيكتور كاين ريزيستانس شوفونت كاين لاكسيونور كاين موتور الكتريك. بالنسبه لهاد الكيستيون 2 سي ميو اتيليزي لي بري اكسيونور او لي فيكتور او لاكسيونور لي كاينين في البروبليم او لي كاينين في السوجي سي ميو. بالنسبة لزون افكتاسيون دي زورتي دي افكتاسيون دي زونتري افكتاسيون دو سورتي هما هادو كاين في هاد الكيستيون هاد الكيستيون il suffit seulement de utiliser le câblage des entrées sorties de automate et compléter le tableau. يعني هاد الكيستيون هاد استن كيستيون ديريكت، يعني غير تتنقل من هاداك الشيء ديال الكابلاج ديال الاوتومات وتتعمر الطابلو. وعلاش نديرو هاد الكيستيون؟ هاد الكيستيون علاش يدار؟ حيت هذا هو لا باز ديال ديال الكيستيون 4 اللي غادي نديرو فيه كومبليتي لي شيما او الجراف سان دو بوين في اوتومات بوين دو في اوتومات. دونك في هاد الكيستيون غير تنشوفو غير تنغومبلاسيو ترمبلاسيو هذيك الجرافسات بوان دو في سيستم ترمبلاسيو هذوك سميتو بلي 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 لافيكتاسيون ديال لوتومات لافيكتاسيون دو سورتي اونتري ديال لوتومات بحال باغ اكزومبل دي بارسيكل هو اي واحد. بالنسبه لهنا كاين واحد الكيستيون بالنسبه لتو لي كيستيون راهم ساهلين سوف هاد الكيستيون 6 لي واش هنا في بلاصه السورتي لي سورتي اللي درت في السيس درت انا كي 4 تما درت كي 4 علاش؟ حيت خاص لانجيكسيون دو بلاستيك بور مانتونير لا بريسيون انا كيلك سن مانتونير لا بريسيون اي دونك بور مانتونير لا بريسيون il faut que دك لانجيكسيون دو بلاستيك il faut maintenir l'injection de plastique donc pour maintenir la pression donc il faut maintenir l'injection de plastique dans le moule donc la question est la sortie qui 4 خاصها تبقى pour les autres entrées et sorties راه فاسيل. بالنسبه للكيستيون اللي غيجي دابا ديال لو بروغرام راه بازي سيغ الجرافسات كيستيون 5 هو هذا. بالنسبه بور اكتيفي ام 0 il faut que l'étape ام 0 اكتيفي اي اي 2 اكتيفي pour désactiver les étapes ام 0 il faut que l'étape précédente ام 1 l'étape précédente ام 1 اكتيفي donc pour activer ام 1 il faut que ام 0 اكتيفي اي اي 1 اكتيفي et donc pour désactiver ام 1 il faut que l'étape précédente ام 2 اكتيفي
دونك هنا لي سورتي. من هنا ملاحظ بالنسبه لي سورتي تنديرو اون باراليل ماشي اون سيري. علاش؟ حيت كي اه لا سورتي كي اه نو ديبون با ام 4 اي ان 5، حيت هما كل وحده في ايطاب بحده، دونك كل وحده بحده في ايطاب، دونك غير هما حنا تنجمعو. نورمالمون كنا نديرو كل كي ان نديروها جوج مرات، نديرو كي ان جوج مرات، مثلا نديرو ام 4 كي ان، نديرو تاني ام 5 تتعطينا كي ان. غير هو واش نجمعوهم حنا دا، اش نجمعوهم في صورتي وحده تنديرهم اون باراليل. بالنسبه ميم شوز بالنسبه لكي 4، كي 4 اللي هي ما تنديروش كي 4 جوج مرات، تنجمعوهم في صورتي وحده كي 4 تعطينا ام 5 باراليل مع ام 6، حيت عندنا لي طاب ام 5 تعطينا كي 4 ولي طاب ام 6 تعطينا كي 4، دونك تنجمعوهم جوج في اي طاب وحده. هنا كلك ايتي دي موتور الكتريك دو لا بريس انجكسيون اللي هو موتور اسينكرون. قال لك في الكيستيون قلنا 6، قال لك اشمل كوبلاج، قال لك شاك انغولمون سيبورت. هذا بالنسبه للجيستيفيكاسيون، قال لك شاك انغولمون سيبورت 230 فولت puisque la tension composée de réseau est 400 volts. Donc pour que chaque enroulement soit alimenté par 230 volts, il faut coupler le moteur en couplage étroit. Et la question c'est si c'est là que nous avons le plaque signalétique 230-400. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enroulement est 230 volts et l'enroulement est 400 volts. Ou puisque وبويسكو عاوننا في الريزو تري فازي، في الريزو ديال في الريزو عندنا طونسيون كومبوزي هو 400 فولت، دونك طونسيون سامبل هو 230 فولت. دونك بوركو شاك انغولمون اليمونتا ب 230 فولت، دونك خاصنا اليمونتيو جوج دو انغولمون ب 400 فولت. هنا لا دونك بوغ اليمونتي بوغ كو شاك انغولمون سي بوغ 230 فولت، خاصنا اليمونتي دو انغولمون ب 400 فولت. اي دونك هي خاصنا دونك خاصنا نكوبلو الموتور بالاطوال. ويلا اليمونتيناه ودر لا كوبليناه بالتريانكل اش غيوقع؟ دونك بحال الا كوبليناه بالتريانكل بحال تنشدو شاك انغولمون وتن اليمونتيوها باش ب 400 فولت، دونك غادي تحرق. دونك الى شدينا درنا كوبلاج تريانكل شاك انغولمون غادي تسيبورتي 400 فولت، دونك غادي تحرق لينا. بالنسبه للكيستيون سانت قال لك بور شانجي لو فيتيس، دونك انفيرسيون دو سونس بور انفيرسي لو سونس دو روتاسيون دي موتور il faut permettre un phase، c'est-à-dire une permutation de phase. question 8 قال لك لو نومبر دو بول، قال لك بويسكو لو موتور اي تي ترابولير دونك لو نومبر دو بول اي 4 بول. توجور مثل نقولو تي ترابولير عندنا 4 بول، قلنا موتور بي بولير عندنا دو بول، عندنا موتور اكزا بولير 6 بول، قلنا اوكتا بولير 8 بول. بالنسبه للكيستيون 9 قال لك كالكيلي لا فيتيس دو سانكرونيزم، عندنا دو بي تساوي 4، دونك بي تساوي 2، اونسي كو ان اس لا فيتيس دو سانكرونيزم ايكال لا فريكونس فوا 60 سيغ بي. ابخي ابليكاسيون نيميريك اون تخوف كو ان اس ايكال 1500 تور بار مينيت. كالكيلي لا غليسمون، عندنا جي لا غليسمون ايكال لا فيتيس دو سانكرونيزم موان لا فيتيس نومينال دو روتاسيون سير لا فيتيس دو سانكرونيزم، دونك جي 3.9%. بيرجو ستاتوريك، أو نا
بير جو ستاتوري كي تيكال 3 3 فوا ار فوا اي ايطوال تما اي ايطوال بويسكو حنا عندنا لو كوبلاج ايطوال دونك غنشوازيو لو كورون ايطوال وكار اي ايطوال تتساوي 4 امبير دونك بير جو ستاتوري ابخي لو كاركيل اونتخو بير جو ستاتوري تتساوي 38.4 وات. هنا هاد لو شوا اونتخ لو كورون اللي تيكون في الاطوال ولو كورون اللي تيكون في التريانغل راه تري امبورطون. مي هنا واحد الغومارك اللي تتكون واضحة، توجور لو كورون ديال الاطوال هو اللي تيكون صغير، توجور لو كورون اطوال تيكون هو الصغير ولو كورون ديال التريانغل تيكون كبير. علاش؟ حيت كاين واحد الحاجة، من تيكون طونسيون كبير دونك لو كورون خاص يكون نازل. بالنسبه للتريان في الاطوال، بالنسبه للاطوال توجور تنقولوا الاطوال تيكون تنهضروا طونسيون كومبوزي في الاطوال، تيكون طونسيون كومبوزي في الاطوال تيكون كبير اي، تنهضروا على طونسيون كومبوزي. دونك هذا علاش لو كورون تيكون خاص يكون صغير. بالنسبه للطونسيون كومبوزي، بالنسبه للطونسيون كومبوزي في التريانغل تيكون صغير توجور. طونسيون كومبوزي في التريانغل تيكون صغير. في الانغولمون، شاك انغولمون مثلا اللي قلنا الانغول، قلنا مثلا انغولمون سيبورتي 230 فولت. دونك في الاطوال، في الاطوال لا كوبلينا بالاطوال، غنديروا طونسيون كومبوزي هو 400. دونك 400 400 على دو جوج انغولمون. مي الا درناه مثلا، الا درنا الكوبلاج هو التريانغل، اش غيكون الطونسيون كومبوزي؟ الكون طونسيون كومبوزي هو 230، تنزل تيصغر. دونك علاش لو كورون خاصو يطلع؟ تيكون بحال انفيرسومون، يعني لو كورون اذا نزل دونك الطونسيون تيطلع، هي في اطوال. الا الطونسيون نزل الكورون تيطلع، هي في التريانغل. دونك هنا بور ديدوي بور فينالمون كو ديما لو كورون ديال الاطوال تيكون صغير، هو تيكون صغير. هنا في الكيستيون 12 قال لك كالكي لا بويسونس ايتيل دوجور. هنا في البلاك سينياليتيك متلقاو واحد البويسونس، هذيك راه البويسونس اللي تكون في البلاك سينياليتيك هي لا بويسونس ايتيل نومينال، هي لا بويسونس ايتيل. دونك دابخي لا بلاك سينياليتيك اون لا بويسونس ايتيل ايتيغال 2 كيلووات. بالنسبه للكيستيون 13 قال لك كالكي لو مومون دو كوبل ايتيل، اون لا بويسونس ايتيل ايتيغال لو كوبل ايتيل، لو مومون دو كوبل ايتيل فوا la vitesse angulaire de rotation. اذا الكوبل اي تي تيغال لا بويسونس اي تي سير اوميغا ار، افيك اوميغا ار تساوي 2 بي ان ار فيتاس دو روتاسيون سير 60. لابليكاس ابري لابليكاسيون نيميريك اون تروف كو لو كوبل لو مومون دو كوبل اي تي تيغال 13.25 نيوتن متر. كيستيون 14 ديال كابس كيلي لا بويسونس ابسوربي. دونك لا بويسونس ابسوربي هي راسين 3 في التونسيون كومبوزي في لو كورون، في لو كورون فوا كوس في. دونك ابخي لابليكاسيون نيميريك اون تروف كو البويسونس ابسوربي تتساوي 23383.3 واط. دونك هنا في الكيستيون شو لا لو شوا ديال لو كورون علاش امبورطون، لان الى خطاتي في لو كورون لا بويسونس ابسوربي حتى هي غتخطا فيه. Le rendement. On a le rendement et la puissance ET, c'est la puissance absorbée. Application numérique, on trouve que le rendement est égal à l'état de manifestation de filmier. Donc, on a la partie en deuxième partie C, l'étude de la commande des moteurs. Étude de la moteur des moteurs. Quelle question 6, quelle conversion? Donc, conversion, il y a même continue alternative, c'est-à-dire conversion continue alternative. Bien sûr, question 17. هو كي ترانزستور بي بولير. كيستيون 18 هو هذا اي دو تي، عندنا من 0 ل تي سير 6 اون طونسيون اي ايتيغال او، ومن تي سير 6 ل تي سير 2 اون اي دو تي ايتيغال 0، ومن تي سير 2 ل دو تي سير 3 اون اي ايتيغال مو او، من دو تي سير 3 سير تي
on a u de t est égal 0. Ou puisque on a la charge irrésistible, donc i de i, le courant est égal u sur r. Donc ça fait. Donc on a le même courant. Elle calcule la valeur moyenne de courant i. Donc le courant i, la valeur moyenne de courant i est égal à 1 de t, 0 t, i de t dt. Donc on a calculé l'intégrale. بالانتجرال هي من وحدة تي زيرو سيس تي على سيس بليس من الانتجرال وحدة على تي من تي سير دو الكات تي سير سيس لمون او ابخي لو كالكيل اون تخوف كو الى فالور موين دو اي ديغا زيرو هنا هي بوسيب ان نديرو ديريكتومون لو كورون موين تيغال زيرو مي هادي فقط جيستيفيكاسيون او لا ميثود ماتيماتيك لي ديجا غنستعملوه في لي زوتر كيستيون. بالنسبة لإي إيفيكاس أو نا إيفيكاس تساوي راسين دو ألفا فوا أو سير إر. دونك أبخي أبليكاسيون نيميريك نتخوف إي إيفيكاس إلي كال 4.61 أمبير. بالنسبة لكيستيو 20 فالور موين دو لا بويسونس بي سي يعني فورني بويسونس فورني على شارج. بويسكو حنا تنتكلمو على بويسونس فورني على شارج دونك تنتكلمو على طونسيو أو بورن دو لا شارج. Et le courant était entré, le courant entré dans la charge. Donc la valeur moyenne PC est égale à la valeur moyenne de I fois I. Mais si la valeur moyenne de I plus A fois la valeur moyenne de I plus A. Donc il y a la valeur moyenne de R et au carré. Donc la valeur de R est constante, la valeur moyenne, il y a R fois la valeur moyenne de I au carré. هنا عندنا الفالور موين ديال اي في كاس ديال اي او كاري تتساوي او الفالور موين ديال اي او كاري تتساوي اي في كاس او كاري. دونك الفالور موين بي سي ايتيغال ار اي في كاس او كاري. هنا في هاد الكيستيون ممكن نديرو لابليكاسيون نيميريك ديريكت مي هنا كاين واحد ما غتعطيناش لا فالور اكزاكت هذا علاش ما درت انا لابليكاسيون نيميريك بالكيستيون بريسيدون سي تادير ب 4 فاصلة اي في كاس 4.61 اللي 4.61 علاش حيت الفاصلة ما تنستعملوش الفاصلة كاملة ما استعملناش الفاصلة كاملة. دونك انا استعملت هنا بي سي ار افيكاس عوض اي افيكاس ب راسين الفا او سير ار اللي غتخرج لنا الفالور موين دو بي سي هي الفا او او كاري سير ار اللي غتخرج 640 واط. كيستيون 21 بالنسبة لا غولاسيون ديال الفالور موين ديال اي كا واحد و اي كا جوج هي ديجا كاينة. Il suffit seulement de faire l'application numérique. On trouve que la valeur moyenne IK1 et IK2 c'est 1.33 ampère. بالنسبة للفالور لو كورون جلوبال اللي تساوي لا فالور موين دو IK1 بليس IK2 اللي تساوي 2.66 امبير. كيستيون 22 قالك لا فالور موين دو لا بويسونس فورني باغ لا شارج. بويسكو عندنا لا فالور موين دو بي جي ايتيغال لا فالور موين دو او فوا اي جي. بويسكو او توجور ملي تكون عندنا شي حاجة كونستونت في الموين تنخرجوها. دونك هي او في كورو الموين ديال اي جي وعندنا الفالور موين ديال اي جي هي دو الفا او سير دو ار حيت الفالور موين ديال اي جي هي الفالور موين ديال اي كا واحد بليس الفالور موين ديال اي كا جوج. دونك الفالور موين ديال بي جي هي الفا او كاري سير ار. ابليكاسيون نيميريك نتخوف كو لا فالور موين دو بي جي ايتيكال 640 واط. Question 23. Le rendement de l'ondulor. Donc le rendement ou la puissance fournie à la charge va la puissance moyenne fournie à la charge sur la puissance moyenne de la source. Il y a alpha au carré sur R sur alpha au carré sur R. C'est ça, oui, ouais. Quelques justifications. Autrement dit, il n'y a pas de perte. Puisque le rendement est égal à 1, donc maintenant le perte.
autrement dit, il n'y a pas de perte dans les interrupteurs électroniques. علاش؟ سي نورمال بويسكو سوسي اون ايتي سيبوزي بارفي. حيت ديجا حنا في لينونسي ديال ليكزيرسيس كونسيديرينا ان لي زانتيربتور بارفي، دونك تنقولو بارفي ما فيهمش لي بيرت لي بيرت لي بيرت دو بويسون لي بيرت. هادي بالنسبة للكيستيون 23، هاد هو لي ديغنييغ كيستيون في ديغنييغ كيستيون في سي جي 2. هنا هاد سي جي 2 هو هادو لا ريبونس ديال لي ريبونس ديال سي جي 2 كاملين هما هادو. دونك في انا دابا غندوز سي جي اه، سي جي اه في اللي فيه ليتي ديال الموتور، موتور اكورون كونتيني، وفيه بالنسبه للبويسونس الالكترونيك دو بويسونس فيه هاشور. فوالا ها لي نونسي ديال سي جي 1. قال لك ليتي ديال ماشين اكورون كونتيني لا في سونفا et entraîné par une machine à courant continu à excitation indépendante. Donc l'excitation excitation indépendante, c'est-à-dire que l'induit et l'inducteur, chaque l'induit a une alimentation bouhdo ou l'inducteur a une alimentation bouhdo. L'induit alimenté sous tension U est égal à 240 volts, sa résistance est égale R est égal à 0,5 ohm. Le circuit inducteur absorbé PI 250 watts, les pertes collectives constantes PC s'élèvent à 25 watts, le moteur consomme IA est égal à 90 ampères et vitesse de rotation est de NA 1200 tours par minute. Quelques données le schéma électrique des modèles équivalents de l'induit des moteurs. Calculer sa force électro. Motrice ou ouais. Calculer la puissance absorbée est par le moteur. Calculer, ministre de question 9, calculer la puissance électromagnétique POM est. Après, question 10, calculer la puissance utile PUtile est. Et question 11, calculer le couple utilité et ouais. Calculer le rendement en ouais. Ministre de question 13. Quelque pour le même courant d'excitation, c'est-à-dire le courant d'excitation qui fait l'inducteur, m'a changé une neige. Quelque calcule la vitesse de rotation N2 du moteur contre le courant d'induit I2 et 2 30 ampères. Après, calcule N2, quelque calcule le nouveau couple I2 à la vitesse N2. Donc, on a changé le courant I2. Donc, change la vitesse de rotation, c'est-à-dire que change N2. Donc le couple T et de ta voie change, donc telle la puissance et de ta voie change, calcule le nouveau rendement N2. Donc on a vu le parti de l'électronique de puissance qui est l'IT de Hachor. On alimente le moteur par une tension continue à travers un Hachor série, schéma ci-dessous. Le Hachor H s'est posé parfait et constitué d'un interrupteur électronique commandé. La diode D est supposée parfait. Le montage est caractérisé par la source E est égale à 230 volts, le rapport cyclique est égal à alpha, c'est facile comme ça. Période de hachage T est égal à 8 millisecondes. Fonctionnement. Min 0 alpha T H fermé. Min alpha T la période T H est ouvert. Quel type de conversion réalisé en Hachor? Calculer le temps T on de conduction pendant une période de hachage. Exprimer la tension moyenne IM en fonction E alpha. Faire l'application numérique. Quelle l'inductance de la bobine de lissage L est de valeur suffisante pour que le courant dans le moteur soit considéré comme constante. Donc toujours on a avec la bobine pour avec le courant le courant absorbé par le moteur reste constante. Question 19. Quelle tracé des allers du courant IH et ID. IH voit le courant qui
دي زانتيربتور دو هاشور ويدي لو كورون لي تيسيركلنا في الديود. اكسبريمي لي فالور موين دو اي اش اي دي دي كورون ان فونكسيون الفا اي اي. اكسبريمي لا فالور موين دو لا بويسونس ابسوربي بار لاندوي دي موتور ان فونكسيون او اي اي الفا فيغ لابليكاسيون نيميريك. كيستيون 22 اكسبريمي لا فالور موين de la puissance fournie par la source en fonction de E, I et alpha. Question 23. Quel est alors le rendement du hachage? Na justifiez votre réponse. Le rendement est qu'un seul. Donc, il vous dit pourquoi le rendement est égal à 1. Adala justifie votre réponse. بالنسبة للكيستيون الأول إتي دان ماشينا كورو كونتيني دوز بوان سي جي واحد بالنسبة للموديل إيكيفالون ديال لاندوي هو هادا. كيستيون سات كالكالكيلي أو أه فورس إلكتروموتريس أون إي طونسيون إي تيكال أر إي واحد بليس أو أه واحد دونك أو واحد إتيكال طونسيون موان أر إي واحد أبليكاسيون نيميريك واحد تساوي 219 فولت بويسونس أبسوربي. هنا لا بويسونس ابسوربي هي لا بويسونس ابسوربي في الانديكتور دون لو سيركوي دو لو دون لو سيركوي انديكتور بليس لا بويسونس ابسوربي دون لو سيركوي لاندوي. دونك لا بويسونس ابسوربي دون لو سيركوي انديكتور هي 250 اي بي اي و لا بويسونس ابسوربي بار الانديكتور هي اي فوا اي واحد ابليكاسيون نيميريك بويسونس ابسوربي هي 10330 واط. لا بويسونس الكترو مانيتيك بي او ام بي او ام اه دي هي عندنا بي او ام اه تيكال او واحد فوا اي واحد ابخي ابليكاسيون نيميريك ابخي ابليكاسيون نيميريك نتخوف بي او ام واحد تيكال 9198 9198 واط بويسونس ايتيل عندنا لا بويسونس ايتيل اه تيكال لا بويسونس الكترومانيتيك اه موان دو بيرت كونستانت. Donc après application numérique, on trouve que la puissance éthyle A est égale à 8573 watts. Couple éthyle. On a le moment du couple éthyle, le moment du couple éthyle. On a la puissance éthyle A est égale le moment du couple éthyle A fois oméga A. Donc le moment du couple éthyle A est égal à 60 fois la puissance éthyle A, c'est 2πNA. Après application numérique, on trouve que le moment du couple éthyle A est égal 68.25 نيوتن متر. question 12 le rendement on a na est égal puissance utile a sur la puissance absorbée a. donc dit c'est après l'application numérique on trouve que na est égal à 80%. كان لو كورون هو اي 1 تساوي 40 رجعناه نقصنا منه الاي 2 30 دونك قال كالكلي لا فيتيس ان 2 اون نديرو العلاقه الثلاثيه اون اي اه اي ان اه لي افيك ان اه اي دو لي افيك ان 2 دونك ان 2 يا اي دو سير اي اه فوا ان اه دونك ان 2 ايتيكال ابخي ابليكاسيون نيميريك اون تروف كو ان 2 يا 857.14 تور بار مينوت. كالكيل لو كوبل لو مومون دو كوبل ايتيل 2 دونك لو مومون دو كوبل ايتيل 2 ايتيغال لا بويسونس ايتيل 2 سير اوميغا 2 يا تي لو مومون دو كوبل ايتيل 2 تساوي لا بويسونس ايتيل 2 سير 2 بي ان 2 سير 60 ان 2 ديجا كالكيلنا في الكيستيون 13 دونك il faut calculer maintenant لا بويسونس ايتيل 2 ما غنستعملوش لا بويسونس ايتيل 1 دونك نستعملو بويسونس ايتيل 2. Donc il faut calculer la puissance utile 2. Nouveau valeur de puissance utile 2. On a la puissance utile 2 est égal à la puissance électromagnétique 2 moins PC. Ad PC met en change la puissance constante. On a perte électromagnétique 2 est égal à E2 fois I2. On a E2. E2 est lié à force électromotrice. Et force électromotrice contre force électromotrice E2 est égal E I moins RI2.
قلنا ابليكاسيون نيميريك اودو تساوي 240 ناقص 0.35 اللي هي اي 2 تساوي 225 فولت. دونك بويسونس الكترومغنيتيك 2 تيغال 225 في 30 6750 وات. لو بويسونس دونك البويسونس اي تي 2 تساوي اللي هي 6750 ناقص 625 تساوي 6125 وات. دونك لو كوبل اي تي 2 تساوي 6125 على دوبي في ان 2 سير 60. ابخي ابليكاسيون نيميريك اون تروف لو كوبل اي تي 2 تساوي 68.27 نيوتن متر. دونك ما كاينش حتى شانجمون انتخ لو تي اي 2 اي تي اي ا. علاش؟ حيت لو مومون دو كوبل بارمي لي كاركتيريستيك ديال يعني لي تي كاركتيريستيك ديال الموتور. كالكلي لو روندمون ان 2 نان 2 تساوي لو بويسونس اي تي 2 سير لو بويسونس ابسوربي 2. لو بويسونس ابسوربي 2 ايتيغال اي اي 2 بليس بي. دونك تاع لو بويسونس ابسوربي 2 تاهي تتشانج. دونك ابليكاسيون نيميريك بويسونس ابسوربي 2 تساوي 240 في 30 زائد 250 بويسونس ابسوربي 2 تساوي 7450 وات. Après l'application numérique, on trouve que le rendement 2 est égal à 0.82, c'est-à-dire 0.82 fois le mieux. Partie de l'autre de la CJ1, il y a été dit à chaud. Quelle question c'est conversion? Quel type de conversion? On a conversion continue, continue, c'est-à-dire DC, DC. Calculer T-on. T-on est la partie alpha T. T تي اون تساوي الفا تي. دونك هي 0.75 في 8 0.75 في 8 تيكال 6 ميلي سكوند. كالكالكيلي اي ام لا فالور موين دو طونسيون اي ام تيكال 1 على تي 0 الفا تي او دي تي اللي تتساوي لا فالور موين دو طونسيون اي ام تساوي او تي في الفا تي اللي هي الفا او. دونك لا فالور موين دو اي ام تساوي 180 فولت. بالنسبه للكيستيون 19 بالنسبه للكيستيون 19 لوغسك ما تيكون عندنا لو هاشور اي اش لو هاشور فيرمي دونك اون اي اش ايتيغال اي متي يقول لها الشور فيرمي اون اي اش ايتيغال اي. متي يكون اوفير عندنا اي اش ايتيغال 0 دونك هو تيكون فيرمي من 0 الفا تي اي اوفير من الفا تي تي. دونك لو كورون هو هذا. بالنسبه لاي دي متي يكون عندنا من تيكون عندنا لو كورون الهاشور اوفير لو هاشور اوفير اون اي دي ايتيغال 0 علاش؟ حيت متي لو كورون ما تيركيليش هنا في لو ديو. ميم تيكون لو هاشور اوفير سيتادير اي اش تساوي زيرو تتكون البوبين لا بوبين هذيك البوبين اللي تتكون اون سيري افيك لو موتور كورون كونتيني تت ايماغازينينا لو كورون. دونك تت ايماغازينا لو كورون اون فوا طونسيون تتانيلا تتسيركينا لو كورون تسيركيلي اترافيغ لوديو. دونك في هاد الحالة اي دي تساوي اي. دونك اي دي تساوي اي. كال كيستيون فيه كالكيلي لا فالور موين دو اي اش. لا فالور موين دو اي اش هي وحدة تي زيرو الفا تي اي دي تي اللي تتساوي لنا اي اش هي اي دي تي في الفا تي هي الفا اي. ابخي ابليكاسيون نميريك نتخوف اي اش ايتيكال 22.5 امبير. ميم شوز بور لو كورون اي دي هي وحده تي الفا تي تي اي دي تي اللي هي اي اي سير تي دي تي موان الفا تي. فينالمون اون تروف كو لو كورون اي دي ايتيغال واحد ناقص الفا فوا اي. ابليكاسيون نيميريك اون تروف لو كورون موين اي دي هي واحد ناقص 0.75 فوا 30 كورون اي دي قال 7.5 أمبير. دونك لا فا كيستيون 21 لا فالور موين دو بويسونس بي اي.
absorbé par l'enduit. Une fois que nous avons la puissance absorbée par l'enduit, donc on a le courant du moteur IM, I, mais IH, et le courant qui est absorbé par l'enduit, ou I. Ou I, ou IH plus ID. Donc I, I reste constante. Alors, la bobine. I reste toujours constante. Et le bobine, le bobine qui est insérée avec le moteur, t'attrape le courant constante. Adna I constante, comme je l'ai dit, reste constante à cause de la bobine. Donc, t'enchargeons le moyen. دونك تبقى هي اي في الموين ديال اي ام، وعندنا الفالور موين ديال اي ام هي الفا او، دونك فينالمون لا فالور موين ديال بي اي هي الفا او اي. دونك هنا لوغماك متنستعملوش لا فالور موين ديال اي ام فلا فالور موين ديال اي، هي واخا غادي تخرج صحيحة هنا في هاد المرة، ولكن في اوتخ يعني شي تمارين اخرى ما غاديش يخرجنا صح. دونك توجور تنديروا لا فالور موين ديال اي ام فوا اي، ما تنديروش لا فالور موين ديال الطونسيون في لا فالور موين ديال اي. ابري ابليكاسيون نوميريك ان تروف كو لا فالور موين دو بي اي تي كال 5400 واط. كيسيون 22 قال كا كي لا فالور موين دو بي جي فورني باغ لا سورس. اون فوا تنشوفو لا سورس ينفوت نشوفوا لا سورس، دونك تنهضروا علاش، تنهضروا على الطونسيون او وتنهضروا على اي اش اللي كاين في الانتربتور ديال لو هاشور. بويسكو او كونستانت دونك تنخرجوها من الموين، دونك تدير لنا او في لا فالور موين ديال اي اش. عاونا لا فالور موين ديال اي اش هي الفا اي، دونك فينا المرور بوسونس فالور موين دو بي جي هي الفا او اي، دونك بي جي تساوي 5400 واط. Le rendement de Hachor ou la puissance absorbée par l'induit, c'est la puissance fournie par la source. Il y a alpha OI, c'est alpha OI, donc le rendement est égal à 100%. Autrement dit, il n'y a pas de perte dans les interrupteurs de Hachor et de diode. C'est normal puisque ceux-ci ont été considérés, ont été supposés parfaits. Alors, le rendement est égal à 100%. Alors, حيت لو هاشور سي بوزي بارفي، دونك مثلا نقولو سي بوزي بارفي، دونك لي بيرت ما فيش هو لو ديو. بالنسبه هذا هو الكيستيون ديغنيا كيستيون في السي جي واحد. هاد التصحيح هاد الفيديو غيكون فيه تصحيح ديال السي جي واحد والسي جي جوج، و يعني هاد لي كيستيون سي 100% صح. يتمنى انا بالنسبه ما بينتش كاع لي دوكيمون دو ريبونس اللي كاينين في او لي دوكيمون ديال سي جي واحد ديال سي جي ديال البارتي كومين ديال البارتي كومين انتر سي جي اي سي جي جوج، مي جو كخوا راه كاع لي نونسي برانسيبال اي نيسيسير بور فيغ لا كوريكسيون ديال البارتي الاولى راه درتهم في فيديو، مي لي عندو سي جي لي عندو لي نونسي مي جو كخوا لي عندو لي نونسي ديال سي جي ديال ليكزام غيكون حسن. اي بون شونس، السلام عليكم.